ليه سعر البطيخة السنة دي وصل ل150 جنيه؟ اولا احنا الحمد لله السنه دي يعني عندنا وفره كبيره جدا في المحصول البطيخ، بس طبعا البطيخ بيختلف كميات في بدايه الموسم عن وسط الموسم. فاحنا دلوقتي يعتبر في بدايه الموسم من شهر كده تقريبا بدا الاسعار تتراجع. يعني عندنا لو حضرتك لو نزلت دلوقتي النهارده في سوق العبور هتلاقي عندنا في وفره في البطيخ كبير جدا، بيتراوح من مثلا البطيخه اللي هي من 8 ل 10 كيلو من 50 ل 60 جنيه. ده سعر سوق العبور جملة. جملة. بيختلف طبعا بره اللي هو السعر القطاعي. في طبعا من مكان لمكان بيختلف المسافة بين نقل السوق العبور للمكان للبيع. برضو بيحط أسعار الإيجارات، العمالة، في حاجات بتبوظ عنده. فكل ده بيبقى محمل على الصنف نفسه. بتوصل لكام برضو يعني؟ بتتراوح ما بين كام لكام؟ بنسب حضرتك حسب المكان. وحسب البعد المسافة عن السوق والمبيعات. فاحنا عندنا وفرة السنة دي في البطيخ. طبعا. طب برضو ليه في سعر الجملة من 50 ل 60؟ ما بص حضرتك للأسف احنا عرض وطلب. ما احنا عندنا مشكلة في الخضار والفاكهة ان سعر الجملة غير سعر القطاعية. في فرق فجوة كبيرة جدا. حتى يمكن حضرتك قناة سي تي في كان ليها دور كبير جدا في نقل الأسعار عن في سوق العبور عن البيع التجزئه. كانوا بيجوا فعلا من ارض الواقع وبيشوفوا الفرق، وهم كانوا ملاحظوا حتى حضرتك اللي كانوا بيجوا بيعملوا التقرير زمايلنا طبعا اللي كانوا بيجوا بيرصدوا الاسعار بيقولوا ايه ده يعني الاسعار احنا سعر السوق جمله. فايه الفرق بين ده وسعر الجمله وسعر القطاعي؟ ده بيتحكم في الايجارات، العماله، نسبه المبيعات. لو محل ما بيبيعش كتير بيضيف طبعا هامش ربح على المبيعات بتاعته اغلى عشان يقدر يعوض العماله المصاريف بتاعته.